الموقف المشرف للملك فيصل في عملية قطع الإمدادات البترولية عن الغرب، حرب 73، لا يمكن أحد ينسى هذا الموقف المشرف، بالرغم أن حصل تطور بعد كده في السياسات ارتباطا بالولايات المتحدة الأمريكية لأنهم خوفوه بعد كده من عبد الناصر. اللي حصل لكيسنجر جه وزار المملكة العربية السعودية وفرض على المملكة العربية السعودية أن تستثمر موارد البترول في الخزانة الأمريكية، بمعنى رأس مال، يعني بيسموها رسملة رأس مال البترول السعودي في الخزانة الأمريكية، بمعنى أنها يعني العوائد المالية النفطية توضع في الخزانة الأمريكية، توضع في الخزانة الأمريكية في صورة سندات أمريكية. ده أول حاجة فرضوا على المملكة العربية السعودية. ما هو الكلام ده يعني حقيقة لابد أن احنا نعيد العقل. لما النهاردة يفرض على المملكة العربية السعودية أنها تشتري أسلحة، ما هو الغرض من هذه الأسلحة؟ ده بتشتري يعني مثلا في الفترة من 75 ل 95 حوالي 20 سنة صرفت ما يقرب من حوالي 160 مليار دولار من ال 75 بالظبط، من ال 75. وبعدين ايه، الاسلحه توضع في المخازن وتصدر، في حين ان حزب الله لما احتاج احد الحاجات رفض الله. طب ما فايده هذه الاسلحه ايه؟ حينما طلبت المملكه العربيه السعوديه يعني الاواكس، ما خلي بال حضرتك بقى هنا يعني لعبه السياسه، تم انتزاع بعض التقنيات منها التقنيات يعني لعبه السياسه. المملكة العربية السعودية تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية صفقة أسلحة. لعبة السياسة بتقول إيه؟ إسرائيل تهيج و و و و وتبوج وتقول لك إزاي النهاردة المملكة العربية السعودية يجي لها إيه أسلحة؟ في حين إن هناك نوع معين من اللعبة أو التمثيلية الهيكلية. وبالتالي الكونجرس يناقش الموضوع. وبالتالي بعد كده يوافق إن هيقدم أسلحة للمملكة العربية السعودية. طب النهاردة المملكة العربية السعودية بتشتري سنوياً بقيمته حوالي تقريبا 13 مليار دولار أسلحة. طب ما قيمة هذه الأسلحة ولمن تستخدم ولمن توجه هذه الأسلحة؟ طيب على كل هذا يبقى سؤال المعلق يعني بالعموم. وصلنا دكتور طي إلى ختام الحلقة، يعني ربما يعني في بعد الاستعراض أو مناقشة أو محاورة العديد من العناوين في هذه الحلقة، يعني يبقى السؤال يعني كيف يمكن توصيف أو تصنيف السياسة الخارجية السعودية؟ سياسة إخفاقية، سياسة تعثرية، سياسة جامدة، عدم واضحة، مرتبكة، مضطربة، ناجحة، غير ناجحة، ماذا تقول؟ نعم، أنا أقول أنه هناك سياسة لا سياسة، يعني ليس هنالك من سياسة خاصة. وبالتالي عندما نكون نحن مرتبطين بجهة خارجية قد تفشل سياستها وقد تنجح وقد تحرز نتائج وقد لا تحرز، وعندما نحن عندما نرتبط بها فطبيعة الحال سوف نصل إلى نفس النتائج. وبالتالي يظهر الارتباك لأنه لم نختط سياسة بناء على معطيات موضوعية هي معطياتنا وهي مصالحنا. وهذه المصالح تتغير بين الفين يعني تتغير على المدى الاستراتيجي، يعني عندما توضع السياسة لا توضع من أجل يوم أو يومين. نعم. توضع على مدى استراتيجي. نعم. بالتالي يعني ما في، لا يوجد استراتيجية للسياسة الخارجية السعودية برأيك؟ نعم، لا يوجد استراتيجية للسياسة الخارجية. أنا أقول لا يوجد استراتيجية بطبيعة الحال، يعني لا يوجد سياسة ولا يوجد استراتيجية. هناك هامش ضيق من المناورة متروك للمملكة العربية السعودية على أساس أنها يعني هناك عامل ديني، هناك عامل مالي تستخدمه ما تنفيذا لسياسات معينة، وهذه السياسات ليست أصيلة بل هي هوامش بسيطة متروكة لها يعني من أجل عدم الإحراج بطبيعة الحال. وبالتالي يعني هناك خدمات متبادلة، الحفاظ على النظام، الحفاظ على الأسرة الحاكمة، في مقابل خدمات تؤديها هذه الأسرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب وإذا حاولت الخروج متوقع من تكون متوازنا بعض الشيء، يعني إذا حاولت الخروج طبعا هناك عقاب، يعني كما تفضل اللواء أنه مسألة قطع النفط أو الموافقة على قطع النفط في سنة 73 طبعا كان عقاب. الكثيرون يعرفون هذا الأمر أو الكثيرون يعتقدون أن اغتيال الملك فيصل له علاقة بهذا الأمر. فإذا هم عندما هم فقط ليسوا لم يتركوا هذه الأسرة تنفذ السياسة، لكن تغلغلوا أيضا في نسيجها الأمني، في نسيجها. طيب دكتور طي، يعني حتى يعني أكون متوازنا على الأقل بعض الشيء، أعود إليك حالة اللواء. يعني أنت في بداية الحلقة قلت بأن السياسة الخارجية السعودية هي سياسة تابعة وغير مستقلة. طيب تلخيصا وإيجازا لهذا، يعني أنا أولا أتمنى بالفعل أن يكون هناك استراتيجية واضحة للمملكة العربية السعودية تدعو إلى إنهاء القواعد العسكرية الأمريكية. حينئذ سوف أعظم للمملكة العربية السعودية. ولكن إذا استمر هذا الحال ف
فده يؤدي إلى تخريب المنطقة العربية، لأن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج هو نوع معين من تخريب المنطقة، وتصبح هذه القواعد مصدر للتهديد والعدوان إلى الدول العربية. وأيضا لا يمكن أن احنا نعتبر أن طبقا لما يسيقه الغرب وإسرائيل أن إيران أصبحت العدو الرئيسي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج. كيف يمكن أن يعقد مثل هذا الكلام؟ لماذا لا يكون هناك استراتيجية عربية لأن يكون هناك إعادة تقييم؟ والفكرة يعني يحاوره الفكر، حينما يكون هناك فكرا واضحا واستراتيجية محددة للتعامل أساسا نقدر نستطيع أن احنا نتغلب. طيب بعشرين ثانية حدث اللي حدث اللواء، يعني أين أهم عناوين، يعني أقتبس هذا السؤال من محتوى ومضمون كلامك طوال الحلقة، أين أهم عناوين إخفاق السياسة الخارجية السعودية؟ أهم عناوين إخفاق السياسة الخارجية أن الموارد يعني البترولية للأسف شديد تضيء سدى، وأن يعني نظام الحكم في المملكة العربية السعودية للأسف الشديد يوجه توجيها كاملا إلى الدول العربية إلى نوع من الاستسلام. ويجب إذا كانت أرادت المملكة العربية السعودية أن يكون هناك سياسة متوازنة، فلا يمكن أن يكون لها دور ينافس مثلا مصر أو ينافس يعني سوريا. أنا أتمنى عودة الاتحاد مرة أخرى، ولكن بنوع معين من الإيجابية لخدمة المنطقة العربية. طيب. على كل في الختام، حضرة اللواء الدكتور وجيه عفيف السلامي، شكرا على مشاركتك في هذه الحلقة. دكتور محمد طيب، شكرا على مساهمتك المميزة. أيضا دكتور خالد بصرتي من جدة المدينة السعودية، شكرا أيضا على مساهمتك في القسمين الأول والثاني. نلتقي في الأسبوع المقبل مع قضية جديدة. إلى اللقاء.
الضوء اللي دلوقتي يعيشوا لفقاع.